هو أمر نتعامل معه جميعنا في الحياة. قد يدفعنا القلق لأن نكون على قدر الموقف الذي يجابهنا، أو قد يكسرنا ويقودنا إلى المرض والإحباط. أريد أن أخبركم القصة الواقعية لرجل معين وكيف قاده القلق نحو دوامة من المرض والإحباط، وكيف خلصه الله من كل هذا. أصدقائي، في كل أسبوع نستمع إلى شهادة ملفتة تلهمكم وتشجعكم على مواجهة متاعبكم. تسجلوا في قناتنا لكي نوافيكم بقصص رجاء وتشجيع وقوة. كان السيد أشرف رجلاً لديه الكثير من المسؤوليات، إذ كان عمله متطلباً جداً، وكان زبائنه قد بدأوا مؤخراً بإبداء الكثير من التذمر. شكل هذا الكثير من الضغط والقلق على كاهل السيد أشرف، لأنه أراد أن يقوم بعمل جيد وينعم بزبائن سعداء يشعرون بالفرح حيال منتجاته. وشرع السيد أشرف بالعمل بجد أكثر لإرضاء زبائنه، لكن هذا لم ينفع، فزبائنه كانوا لا يزالون غير راضين، وكان ينهك أكثر فأكثر من عمله. قررت زوجته أن الوقت قد حان ليذهبا في عطلة. كانت تعرف أن زوجها بحاجة ماسة إلى الراحة، وأن عطلة في مكان جميل ووسط طقس جميل ستساعده بالتأكيد على أن يشعر بالتحسن ويتجاوز قلقه. فقفزا إلى سيارتهما وبدأا يقودان جنوبا نحو الطقس الجميل والدافئ. لكن وإذ قاد السيد أشرف السيارة، كان لا يزال متوترا ولا ينفك يفكر بعمله. بدأ يتذمر لزوجته طيلة الوقت الساعة تلو الأخرى. وحتى عندما وصلا إلى وجهتهما، كان السيد أشرف لا يزال غير سعيدا أبدا، إذ كانت المرارة تعتمل قلبه من زبائنه، وأكمل التذمر لزوجته طيلة الوقت. استمر هذا طيلة 3 أيام، وبدأ كما لو أنه عاجز عن فعل أي شيء آخر سوى التذمر. في مشوار العودة إلى المنزل، كان السيد أشرف قد بدأت حالته تسوء، كان ضعيفا جدا، واضطرت زوجته أن تستلم مقود السيارة بنفسها. في رحلتهما كان ينبغي أن يمر قرب منزل أحد أصدقائهما، وهي طبيبة. نصحته زوجته بأن يمر لدى صديقته الطبيبة لتفحصه، لأن تعبه أصبح شديدا جدا. قالت الطبيبة للسيد أشرف بصرامة بعد أن فحصته: سيد أشرف، ينبغي أن تخضع لفحوصات في المستشفى، فحالتك الصحية تتدهور بسبب القلق، أنت تمر بانهيار عصبي، سأصف لك بعض الأدوية، وينبغي أن تكف عن العمل ل4 أشهر على الأقل. تحطم السيد أشرف تماما، لأنه ينبغي أن يعمل لكي يعتني بعائلته، لكن في الوقت عينه توجب عليه أن يتبع نصيحة الطبيبة. لذا دخل إلى المستشفى لينال العناية الطبية اللازمة. إلى ما أو إلى من يستطيع السيد أشرف أن يلجأ في قلقه؟ يستطيع أن يلتفت إلى الكحول، أو إلى المخدرات، أو إلى الطعام، أو إلى التلفاز، أو إلى الإباحية. لكن السيد أشرف كان يعرف أن شيئا من هذه الأمور لن يحل مشكلته، ولن يساعد صحته ومشاكله، بل ستجعل حياته أسوأ وتهدمه. عوضا عن كل ذلك، التفت لله في الصلاة. صرخ السيد أشرف من سريره في المستشفى إلى الله قائلا: يا الله، صحتي في حالة سيئة وأحتاج إلى مساعدتك، ينبغي أن أكون قادرا على إعالة عائلتي، ساعدني رجاء، أنا أطلب هذا باسم يسوع المسيح، آمين. بعد فترة قصيرة من صلاته، شعر السيد أشرف بانطباع مألوف يتشكل في قلبه، وعبرت الفكرة التالية في ذهنه: كان مريضا بسبب قلقه، وعوض إعطائي هذا القلق لله،
كان يتذمر بشكل متواصل. أثر هذا على صحته حتى أمسى مريضاً جداً، وشعر بما يقوده في قلبه لأن يفعل العكس تماماً. عوضاً عن التذمر، ينبغي أن يشكر الله ويسبحه على كل ما هو إيجابي في حياته. ينبغي أن يكون شاكراً، لكنه كان يشعر بالسوء الشديد حتى أنه لم يعرف على ما ينبغي أن يكون شاكراً. فصلى قائلاً: إلهي الحبيب، أنا شاكر لأن لدي ثياب، أنا شاكر من أجل سيارتي، أنا شاكر من أجل زوجتي الرائعة، أنا شاكر لتلك المرآة لكي أستطيع أن أرى نفسي وأقوم بتمشيط شعري. وإذ بدأ السيد أشرف يشكر الله، بدأ يشعر بالرجاء والتشجيع وهما يتناميان في قلبه. وإذ مرت الساعات، أكمل السيد أشرف يسبح الله. مر النهار وبدأت صحته تتحسن بعض الشيء، فتشجع وقرر بأن يسبح الله من جديد في اليوم التالي. فعل السيد أشرف هذا طيلة 3 أيام، وفي نهاية تلك الأيام 3 كان قد نال الشفاء التام. قاده الموقف المتذمر إلى انهيار عصبي، والموقف الإيجابي الشاكر أعاد له صحته بقوة الله. اشترح الله معجزة للسيد أشرف وعلمه درسا مهما: القلب الفرحان يطيب الجسم. ما المشاكل والهموم التي تسبب لك القلق في حياتك؟ سلمها كلها لله واشكره وسبحه على كل الأمور الرائعة المتاحة لك في حياتك. يستطيع الله أن يمنحك السلام تماما كما فعل مع السيد أشرف. كانت تلك قصة ملفتة تظهر اهتمام الله بنا، وإن كنا نعتقد أن مشاكلنا ليست مهمة. أصدقائي، رجاء لا تترددوا بالتواصل معنا والتسجيل في قناتنا. يمكنكم أن تشاهدوا القصة المذهلة عن سارة وكيف أصبحت طبيبة بإرشاد من الله في حلقة أخرى.